إيران طالبت أوروبا بتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي، وطهران وجهت تهديدا إرهابيا ضمنيا للدول الأوروبية، وهددت بتنفيذ خططها حال إلغاء الاتفاقية النووية. تهديدات كشفت حقيقة إرهاب النظام الملالي. تصريحات طهران تزامنت مع إعلان أوروبا تمسكها بالاتفاق. إيران رفضت ربط الاتفاق النووي بنفوذها في سوريا واليمن، لكنها مستعدة للتفاوض مع أوروبا حول القضايا الإقليمية. خروج واشنطن من الاتفاق أفقد طهران توازنها، فبدأت تناور بأوراقها الإقليمية وتهدد بتخصيب اليورانيوم.